محمد، هل ممكن حتى لو ليهم حق هم او غيرهم، بس انا دلوقتي بصدد الطيارين، هل ممكن الراي العام يتعاطف معاهم في هذه الظروف؟ ما افتكرش ان هم لو ليهم حق او ما لهمش حق الراي العام هيتعاطف. هو الراي العام عمره ما هيتعاطف مع الغلط. أي. لان ده خطا ويجب على الحكومه الا ترضخ. يعني ما توافقش على اي طلبات، لان لو وافقت على طلب النهارده بكره يطلع لها بطلب جديد وبعده بطلب تاني. لازم الحكومه تطلع او تطلع جهات اخرى زي ما قال الاستاذ محسن، وكل الجهات هتعمل أي. نفس الحكايه. أي. يعني مش الطيران، انا بقول بقى ايه، هتفتح بقى مجالات جديده، احنا مرافق. هنعمل كلها مشاكل عشان ناخد حقوقنا وناخد مش عارف، واحنا ودي حقوقنا. ايوه، وممكن ما يكونش له حقوق ولا حاجه. هو مش حقه، انت راجل النهارده ارتضيت انك تشتغل ب 10 قروش تشتغل أي. بيهم أي. وتطير، ما فيش حاجه اسمها تعطل. لكن تعترض، اعترض على المرتب، اعترض على اي حاجه، لكن بدون ما تعطل العمل. اللي بيعطل العمل ده بيعطل مصر كلها. ده تعطيل زي اي صناعه. ان النهارده لما العمال بتقف وتقف مصنع، انت بتعطلي مصر كلها، بتعطلي تصدير، بتعطلي صناعه، بتعطلي حاجات كتيره. لكن طبعا ودي حصلت قبل كده على فكره. ايوه، وما وافقوش للطيارين على حاجه. وجابوا اظن طيارين من الجيش وساقوا الطيارات وطاروا بيها ورجعوا. الناس بتطالب زي ما حضرتك بتقول عدم لازم يعملوا هذه المطالب والاستعانه بطيارين اخرين. بطيارين اخرين، ومش كده، ما دام توقفوا كده على العمل يفصلوهم ويجيبوا غيرهم. على فكره الطيارين كتير جدا مش لاقيين شغل. وايه المشكله ان انا اغير الطيارين؟ يروحوا يشتغلوا في شركات تانية. هم لو لاقيين شركه تانية هيشتغلوا فيها ب 10 قروش زياده عن مصر كانوا راحوا. هيبيعونا، هو يتصدق ان في واحد وطني فيهم؟ ولا لو هو وطني عمره ما يعمل اضرار. حضرتك بتتكلم في المطلق وانا ضد المطلق. لا يعني انا بتكلم على مصر الطيران، دول الطيارين دول هم وطنيين قوي. انا بتكلم على الطيران مش وطني. لا، ما في ناس طارت. ايوه انا بتكلمش على لا في ناس طارت، في طيارين مش كل طارت الطيارين. وفي رحلات طلعت. أيه. وفي ناس يعني انا ليا واحد صاحبي عنده درجه حراره 40 وانفلونزا وتعبان وطار بالطياره وراح بيها الصين مثلا. ده عادي. لا انا ما بتكلمش على المطلق، انا بتكلم على المعترضين. على المعترضين، يعني المعترض ده لازم اقطع رقبته. مفيش حل في البلد النهارده غير انك تكون جازمه وحازمه. انما حكايه الطبطبه والبتاع دي والنحنحه دي مش هتنفع. مش هتنفع، ما تنفعش. قانون العمل حضرتك قلت لي استاذ محسن ان هو هيحل مشاكل لمساله التنظيم. مساله التنظيم حان الوقت ان هو يخرج بأقصى سرعة. حان الوقت